مساء الخير جميعا. في البداية توجه بالشكر الجزيل للمنتديين هشام وموسى على هذه المداخلات المثيرة للأسئلة وللجدل وللنقاش، وهذا أمر يعني مطلوب في مثل هذه الأمور. الحقيقة أنا يعني رغم أن المداخلتين تثيران يعني الكثير من الأسئلة وربما الصدمة يعني في بعض المسائل لدى الحضور، لكن أنا أقول سعيد بذلك لأن إحنا في الأخير منبر تقدمي، منبر للجدل وللنقاش وللحوار ولإثارة الأسئلة، وهذا يقودنا إلى يعني المزيد من المعرفة ويحرضنا أيضا على البحث وعلى الاطلاع وعلى الاكتشاف يعني اكتشاف المواقع الفكرية والمعرفية الجديدة. في حكاية أنا أحب أذكرها يمكن لها علاقة بهذه الجلسة. عندما يعني أتى الشهيد مهدي عامل إلى لبنان من فرنسا بعد أن درس هناك هذا الدكتوراه، وابتدى يكتب دراساته ومقالاته يعني، وكانت يعني صادمة أيضا مثل الورقة هشام يعني الآن مثلا يعني بالنسبة إلى التفكير الموجود آنذاك. فأول بحث إذا أنا لم يعني تخني الذاكرة نشر في مجلة الطريق، وكان الراحل محمد دكروب هو رئيس تحرير المجلة. طبعا قرأ المادة وفيها ما فيها يعني من صدمة يعني شوك فكتب مقدمة للفوق هذه يعني أن هذا البحث القيم وكذا وإلى آخره يثير الكثير من، وإن كنا نختلف معه في كثير من طروحاته وأفكاره وإلى آخره، ولكن من باب الحرية والحوار وكذا ننشره. فطبعا مهدي عامل سمى هذه المقدمة بالطربوش، وظل يتندر يعني دائما على روب ان انت يعني كان لازم تحط لي هالطربوش على مقالتي. هذه الحكايه قالها محمد دكروب لما اختيله يعني استشهد مهدي عامل، اختيله من قبل القوى المذهبيه. كتب هذه الحكايه يعني لذلك احنا يعني لن نضع الطربوش يعني على مداخلة الشابين المتميزين يعني هشام وأعتقد خلنا نتحاور يعني بشكل مفتوح حول الأفكار التي أثاروها. وأنا طبعا ملاحظة كنت سأختم فيها ولكن سأبدأ بها أحسن، تتصل أيضا بمهدي عامل. عندما يعني جاءت يعني أنا لماذا أستشهد مهدي عامل تحديدا؟ لأن أنا أشعر أن موسى وهشام يمكن بشكل خاص شديد التأثر على الأقل من قراءتي لمقالات هشام بمهدي عامل وبالتسير الذي هو أيضا أثر كثيرا في مهدي عامل. لوحظ يعني أنه هو طبعا كما نعلم عضو في الحزب الشيوعي اللبناني، يعني أثير مأخذ أن هذه يعني المقالات الفكرية العميقة كيف تصل إلى الجمهور يعني الذي الجمهور اليساري يعني الذي يعني يحتاج إلى المعرفة ويتعطش المعرفة، وهذه المقالات أو هذه الدراسات صعبة الفهم بالنسبة إليه، وبالتالي يعني لابد من إيجاد طريقة لتوصيل هذه الأفكار لكي يعني تعطي فعالية، لأن احنا لا نتحدث عن فلسفة أكاديمية يعني في الجامعة فقط، وإنما عن فلسفة مناضلة، فلسفة نريد لها أن تؤثر في الأفكار وأن تصل إلى الناس. وأذكر أن من بين ما يعني اقترح على مهدي عامل في حينه أن يذهب، كانت الحرب الأهلية في حينها في لبنان، أن يذهب ليلقي محاضرات في المقاتلين الشيوعيين والتقدميين الفلسطينيين في الجنوب اللبناني كان هناك، لكي يعني يتدرب على، وهو المفكر الكبير يعني، على إيجاد وسيلة أو طريقة ل يعني توصيل أفكاره إلى ويتعلم لغة هؤلاء الناس وهم كيف يفكرون، مستواهم الفكري أيضا، وأيضا هم يعني إيجاد جسر، بناء جسر على كل حال يعني.
مع أن أنا أدرك أن الفلسفة بطبيعتها يعني علم معقد جدا ولا نتوقع أن يقدم لنا بشكل مبسط، ولكن أيضا هذا الموضوع جدير بالتوقف أمامه. الآن عندي بعض الملاحظات والأسئلة. يعني طبعا أنا لا أتفق كلية يعني عن أن ماركس لم يقدم شيئا في الفلسفة. ماركس درس الفلسفة، وكما أشرت موسى أن هيجل كان يتوقع له أن يشغل كرسي في الجامعة، ولكن انصراف ماركس إلى كتابة الرأس المال، ونحن نعلم أن رأس المال استغرق سنوات طويلة من جهد ماركس وهو لم يكمله. نحن نعلم أن ماركس لم يكمله، والأجزاء كثيرة أكملها إنجلز يعني بعد وفاة ماركس، وبالتالي هو انتقل إلى حقل معرفي جديد يعني استغرق منه، لم يواصل عمله في الفلسفة. ولكن السؤال، أليست الفلسفة كامنة في مجمل أعمال ماركس حتى في رأس المال نفسه؟ هذا يعني سؤال جدير بالتوقف أمامه. أوكي، هو لم يكرس حياته كلها للفلسفة، لأن أنا أشرت للرأس المال، وأيضا إلى دوره كقائد سياسي وحزبي كمناضل أيضا. فلا نتوقع منه يعني كم هو عمر الإنسان يعني لكي يعني يغطي يقدم أجوبة على كل الأسئلة. وهذا الموضوع على فكرة يثار دائما أن الماركسية لم تجب على هذا السؤال، ماركس لم يتطرق إلى هذا. هذا صحيح، لكن هل كان بوسع ماركس في هذا العمر 70 سنة أو شيء مشابه يعني 40 سنة من العمل الفكري أو شيء من هذا القبيل أن يحيط بكل هذه الأسئلة؟ هذه مهمة الماركسيين الذين أتوا بعد ماركس. وأنا سعيد يعني جدا أن يعني هذه الندوة تقدم لنا يعني شابين يهتمون بالفلسفة وبالفكر بهذا العمق ويقرؤون الماركسية. أنا طبعا كنت أقول دائما هذه ملاحظة عن هشام بالذات، أقول صديق عبد القادر أن عندنا شباب مثقفين ومهتمين بالفكر في البحرين ما شاء الله، يعني يقرؤون وعندهم كتابات ومتميزين وإلى آخره، لكن عندهم رهبة وهيبة من الماركسية، يقرون الماركسية من نقادها. شو وين النقد الماركسية؟ يعني يقرأ شنو النقد الماركسية ويقول لك الماركسية كذا، بس ما عنده الجرأة إنه يروح يقرأ الماركسية. روح اقرأها وانتقدها مثل ما يفعلون الشباب. فلذلك أنا أحيي هذا الجهد، مع علمي إن هشام وموسى لا يقرؤون الماركسية بهدف نقدها، وإنما يقرؤونها بهدف التعلم منها والاستفادة من منهجها، ولا يمنع عن ذلك أنهما يعني يسعون إلى إثارة أسئلة حولها. واحنا طبعا نعرف ان انتم شباب يعني امامكم حياه طويله، وانتم يعني في طور يعني بناء مفاهيمكم وتطويرها. لا شك انه يعني انا شديد الاعتزاز بهذا الغنى والعمق اللي سمعته الليله دي، ولكن ايضا الحياه يعني بعد امامكم جدا، يعني ليس مثلنا احنا يعني اللي احنا خلاص يعني وصلنا الى، فامامكم حياه كثيره لكي بعد تقراوا اكثر وتكتشفوا اكثر وتضيفوا اكثر. ايضا استوقفتني مساله الماديه الديالكتيكيه. جيد ان ماركس، هشام، ماركس لم يتحدث عن الماديه الديالكتيكيه، يتحدث عنها انجلز. انت اشرت ايضا الى اهميه انجلز، يعني اشرت الى باعتزاز الى وتقدير الى بعض مؤلفات انجلز. ايضا انجلز ليس هناك طبعا عباره شهيره لما الا انجلز يقول عن ماركس ان يعني بما معناه يعني نحن اصدقاء ماركس او رفاقه وكذا في احسن الاحوال موهوبون، اما هو فكان عبقريا. لا شك هناك فارق يعني، وهذه شهاده من انجلز نفسه. ولكن اين تضع الديالكتيك؟ اوكي، انت الحين تحدثت عن الماديه، اين انت اشرت الى التناقض؟ التناقض احد قوانين، يفترض انه احد قوانين الديالكتيك. يعني حتى مهدي عامل عنده كتاب، تخصص كتاب خاص في التناقض بعنوان في التناقض. اين تضع الديالكتيك من ذلك؟ يعني هذا يعني سؤال بحاجه الى جواب، لان هذا يفتح الملاحظة الأخيرة والسؤال. لا يصح الحديث عن الفلسفة فقط، الفلسفة أوكي هذا كتخصص كعلم كذا، كلية الفلسفة قسم الفلسفة إلى آخره، لكن عندما نقترب من الفلسفة فهناك فلسفات وليس فلسفة واحدة. الفلسفة الماركسية لا يمكن، أو الفلسفة الماركسية أو فلسفة الماركسية أو كل الأسئلة اللي أثرتها هشام في بداية مداخلتك القيمة. يعني لذلك أيضا أنه لا يجوز أن نتعاطى بإطلاق يعني مع الفلسفة، وإنما بمعاينة وبتحديد ملموس يعني عن أي فلسفة يدور الحديث.
الفلسفة البرجوازية ليست الفلسفة الماركسية، الفلسفة الوضعية ليس، وهكذا يعني. وشكرا، ومرة أخرى تحية لكما، وإحنا سعداء جدا، وأتمنى لهذا المختبر أن يستمر بصورة شهرية، وأن يعني يترك صدى طيب، وأن يكون ورشة عمل للحوار والتفكير المشترك. وشكرا. الآن بعد يعني بعد الرفيق حسن، إذا في أسئلة أو مداخلات قبل لا نرجع للمنصة. ما في؟ إنزين. لا عبد علي أبو صبري، رفيق أبو صبري. أنت؟ ما أنت بعد؟ شكرا للصديقين الباحثين. حقيقة ما أثلج صدري هو خبر استمرارية هذه الورشة وهذا ذات فائدة كبيرة. بالنسبة للأخ هشام، تحدث عن ماركس لم يعطي حقه واتهمه بأنه غير فلسفي و وهو أيضا مثالي. حقيقة ماركس هو من نقل الفلسفة من فلسفة نفعية نفعية مثالية إلى فلسفة دايلكتيكية، وهذا يحسب لماركس وقام صديقه ورفيق دربه أنجلز بتكميل ماركس. استفسار أو أسئلة، بعض الأسئلة فيما يتعلق ب الإسلام، متى الإسلام دخل في الفلسفة؟ ما يتعلق بالصدر وكتابه فلسفتنا، ما هو الرابط بين الفلسفة الفلسفة الديالكتيكية الماركسية وما يسميه الصدر بتفنيد النظرية أو الفلسفة الماركسية؟ شكرا. تفضل رفيق. مساء الخير، شكرا للأخوة المحاضرين الشباب، طبعا شباب واعدين مثل ما ممكن واحد يقول. طبعا الأسئلة التي أثيرت أو بالأحرى ما يعني قام به الأخوة أو الأخوين كان عمل ذو يعني مجهود كبير على ما أعتقد، وكان له صدى الآن بين الموجودين، على اعتبار أن في أسئلة الآن أثيرت حول كثير من القضايا. أنا ما أود أن أقوله في عجالة هو أن كثير من الأسئلة المطروحة الآن كان الرفيق المرحوم علي عبد الله خليفة في كثير من المقال، عبد الله علي خليفة في كثير من المقالات قد أشار إلى البعض من هذه الأسئلة المطروحة الآن من قبل الزميلين أو الأخوين المحاضرين. طبعا الأخ هشام عندما أثار يعني مسألة الماركسية أو نقد لبعض الأطروحات الماركسية، كان في تصوري يعني نتيجة لقراءات معمقة لبعض الأمور اللي ممكن هو أسس عليها هذه الأفكار، ولكن أنا في تصوري عندما ناقش الموضوع بهذه الشاكلة يعني أهدر الأركان الأساسية للماركسية. هذا طبعا ليس يعني نقدا مثل ما يقولون لما هو مطروح الآن، ولكن
في حقيقة الأمر يعني عندما أنا ألغي الديالكتيك وعندما ألغي مسألة الفلسفة عن ماركس إلى آخره من هذه الأمور، فإذا أنا ألغيت الماركسية بشكل أو بآخر. أيضا مسألة أخرى هو أن الأحزاب الشيوعية مثل ما ذكر الأخ هشام بأن الجانب الانتهازي للعمل هذه الأحزاب أدى أو أودى بالفكرة الماركسية بحد ذاته ما أنتج عمل خلنا نقول فلسفي ذو جذور أو ذو يعني أفكار لا تتسق والنهج الماركسي الذي بدأ به ماركس في عمله المشهود له في كثير من كتاباته. أيضا يعني في حقيقة الأمر لا أعرف كيف يعني في نهاية المطاف أن ندخل مسألة يعني لا حركة ثورية دون نظرية ثورية، وهذه هي مقولة أتصور مشهورة لينين على ما أعتقد. فإذا الأحزاب الشيوعية أو الأحزاب الماركسية يفترض أن تكون لها نظرية، وبالتالي هذه النظرية كيف أن بالأمكان أن نبسطها لجمهور الجمهور الماركسيين على الأقل وليس للعامة، طالما أن الماركسيين نفسهم لا يعرفون الماركسية، وهذه إشكالية تصور كبيرة. يعني ممكن يكون كل ما هم الآن الموجودين ممكن يلاحظون بأن كثير من الأمور المطروحة في محاضرة الأخ هشام يعني من الصعوب مكان فهمها، لأن يعني العمق في التفكير في التفكير النظري لأي فلسفة يحتاج إلى فيلسوف وليس إلى عامة ممكن الآن يعني يستنتجون الأفكار الآن التي طرحت. أيضا التعددية الفكرية في الماركسية، إضافة إلى ذلك الانغلاق الفكري، أنا ممكن أسميه الانغلاق الفكري لبعض الأحزاب الشيوعية والتي لا تقبل بالتعددية، وهذا مشهود للأحزاب الشيوعية على الأقل العربية بشكل عام، وممكن أن يعني نلحظ ذلك في الاختلافات اللي حصلت من خلال أيضا وجود الأحزاب من خلال المنظومة الاشتراكية نفسها اللي أدت بكثير من 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 النظريات التي لن تتطور في تلك الفترة. وأذكر تحديدا ما يعني قامت فيه الأحزاب الشيوعية في أوروبا، وكان في هجوم كاسح وشنيع على الأفكار المطروحة آنذاك، والأفكار سموها التحريفية الأوروبية أو شيء من هذا القبيل. فإذا يعني الانغلاق الفكري أدى في نهاية المطاف إلى انحسار وانهيار كثير من الأفكار اللي بإمكانها كانت تتطور مثل ما الآن ناقشة بشكل بأريحية، بينما كانت في فترة من الفترات ما مسموح المناقشة أصلا، وهذه طبعا بحد ذاتها أدت إلى انهيارات فكرية كثيرة للنظرية. أيضا من يتنبأ بالثورات يفشل فيها، طبعا هذه مقولة صحيحة طبعا دائما، يعني ليس من كل ما نتنبأ فيه في نهاية الأمر ممكن يحدث، ولذلك أنا أتنبأ للأقوال يعني إن شاء الله أن يكون لهم يعني باع في الفلسفة ويقدموا شيئا جديدا، وبالخصوص من أن احنا مخوخنا انغلقت طوال هذه الفترة. شكرا جزيلا. شكر جزيل إلى المحاضرين، وقد أغنونا كثيرا عن بما طرحوه من الطروحات. بما طرحوه من الطروحات فلسفة إن شاء الله.
طبعا الإشكالية في جلستنا هنا إنه اللغة التي جاءت يعني لغة فلسفية بحتة أكاديمية إن شاء الله أكاديمية جدا. ما كنت أتمنى كما لمح الأستاذ مدن لو إنه هذه اللغة تميزت في يعني بعض فهم لغة الآخرين حتى تكون أطروحة متسقة مع حدود الفهم الموجود. الغالبية هنا يعني ليسوا بذاك العمق في الفكر الفلسفي وإنما قد يكون عندهم العمق الكبير في الفكر السياسي، وبالتالي يعني تكون المسألة بحثة في الفلسفة تحتاج فعلا إلى أن يتمرن الحاضر الموضوع هذا أن يفهم لغة الآخرين حتى يستطيع أن يترجم أفكاره ما ترجمه، يستطيع أن يوصل من خلالها هذه الأفكار. المسألة الثانية اللي بطرحها أريد فهمك أستاذ هشام بالنسبة إلى موضوعين، كيف يفهم هو الصدفة والغائية؟ وطبعا الصدفة والغائية قد ما جاءت لها تفسيرات عدة وكثيرة الآخرين، وبالتالي نرى نريد أن نستخلص يعني بعد الطرح الأكاديمي ومقولات الآخرين ما الذي تستخلصه أنت من مفهوم الصدفة ومن مفهوم الغائية. هذا في الجانب النظري الفلسفي. في الجانب العملي بالنسبة للمسألة الماركسية وتجربة الماركسية، المسألة هذه العملية التي أطرحنا من خلالها ما طرحه إسحاق دويتريش حينما توقع في ذاك الوقت انهيار الاتحاد السوفيتي بسبب أن ثورة أكتوبر نفسها ذاك الوقت لم تأتي لا في زمانها ولا في مكانها الصحيحين، إذ أنها جاءت أولا يعني في مجتمع غالبية فلاحين، وبالتالي هذه ألقى صعوبات كثيرة في عملية تطبيق الماركسية وتطورها أيضا. أوكي. الشيء الثاني أنها جاءت سابقة لأوانها، وبالتالي فهو بالذاك الوقت كان لديه ملامح توقعات أن هذا المجتمع السوفيتي الآن القائم قابل لأن ينهار، ما ثبتته هالأيام. لا يعني ذلك طبعا أن الماركسية قد انتهت، خاصة إذا استطاع الماركسيون أن يفهموها ليس بشكلها الجامد النظري الرياضي 1+1=2 كما قيل، لأنها فكر إنساني متطور بالإمكان أصلا تفكيره وتطويره، بإمكان الماركسية أن تكون قاعدة وأساس انطلاقا لهذا الفكر المتطور. وبالتالي أتمنى أن تكون لديك فكرة أيضا عما طرح عن طروحات إسحاق دويتريش تطرحها للإخوان والأسباب، وهل أنت مقتنع بها أم لا؟ شكرا. هشام يعني ترد على أولا لما لاحظ الدكتور حسن مدن أوكي. أولا ردا الدكتور ملاحظة الدكتور حسن مدن حول الفلسفة ورأس المال. طبعا أي شخص يقرأ دفاتر لينين الفلسفية يشوف فيها وايد
أو يشوف عبارة وايد مهمة، مهمة جدا، هي إن في ضمن نص رأس المال في نظرية، في فلسفة ممكن استخراجها، هي موجودة بشكل كامن أو متستر أو متسترة على الأقل. وبعدين يواصل ويقول إن أحن 150 سنة لحين أو 50 سنة لحين ما حد فهم ماركس، أنا ما حد فهم هيجل. وهو وأعتقد إن لا، إن لأن إذا إحنا نرجع لفكرة، أتصور إن الماركسية علم فقط، أعتقد نرجع للفلسفة الوضعية مرة أخرى. يعني كونت كان دائما يقول أوه والله ما في فلسفة، ما في شيء، في علم فقط. وذي نظرية كانت تأثر فيها ماركس لفترة، يعني في الأيديولوجيا الألمانية تأثر فيها، وكان يكرر إن لازم نشوف الواقع كما هو من دون أي تلخيصات، من دون أي إضافات خارجية. حتى إنجلز كررها في لودفيك فيرباخ والفلسفة ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، إن رؤية الواقع كما هو من دون أي إضافات خارجية. ذي كانت أكثر الجمل مأساة على الماركسية، إن وحتى باعتراف ماركس لينين يعني، لكن على أي حال، لكن إن في رأس المال أكيد موجود فلسفة، وماركس أكيد كان يمارس فلسفة في إنتاجه العلمي، لأنه ما في إنتاج علمي من دون فلسفة، مستحيل. أي أحد يقرأ المادية والنقد التجريبي للينين، هذا الفكرة الأساسية، يفهم إن أي عالم، أي عالم ينتج موضوع معين، موضوع علمي معين، هو ينتجه بشكل مادي، هو already مادي، لكنه هو ما يعرف. وهاي نقد للماخيين، إن إنتاجهم المعرفي هو مادي، لكنهم يقولون أوه اختفت المادة. واليوم نسمعها في مدرسة كوبنهاجن للفيزياء الكم. أما بالنسبة للتناقض والمادية الديالكتيكية وإنجلز، أنا أعتقد ما أعتقد إن البديل هو شيء يخلو من الديالكتيك. ما أعتقد إن البديل اللي أنا حتى أنا تكلمت عنه شيء يخلو من الديالكتيك كلياً. هو بالعكس، أظن في فرق بين ديالكتيك غائي وديالكتيك تصادفي. الغائي نعرف من قاله، يعني وهي على نفس مودلوز كان يقول في مجرم واحد لازم دائما نحط له بوستر، هو هيجل، هو لازم في مجرم، إنه والله في هيجل، فأنا هالمجرم مال قصتي، أنا في هيجل، هو اللي أنتج شيء اسمه ديالكتيك غائي، بينما في ديالكتيك المطروح هو تصادفي. أنا مرة حطيت في نشرة التقدم صورة هيجل مقلوبة، لكن هو لحن هيجل لكن مقلوب. ما أعتقد الماركسية هي هيجلية مقلوبة، أظن ذي فكرة وايد خاطئة، إن 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 هيجل يكون مادي. لينين وايد انتقد ذي الفكرة، إن رغم إن احتفى فيها في دفاتر الفلسفية، لكن ضمنيا انتقدها. أما لمسألة إن أنا ما أعطيت ماركس حقه، وإن قلت إن ماركس غير فلسفي أو وإنه هو مثالي، أعتقد أنا هاي مو أنا ما أعطيت حقي فيها، لأن أنا أبدا ما قلت ماركس غير فلسفي، والآن أقول مستحيل يكون ماركس غير فلسفي، يعني بكون مخطئ، إيه بكون مخطئ جدا إذا قلت ماركس غير فلسفي، لكن إنتاجه هو علمي. أعتقد في فرق بين إنتاج علمي وإنتاج فلسفي. الإنتاج العلمي هو موضوع معين، الفلسفة ما لها موضوع. لينين يكرر ذي في المادية نقد التجريبي، إن للفلسفة ما في موضوع. إذا نحب نستخدم الكلمة، الهوشة هي أبدية بين مادية ومثالية، ذي مرة يضرب ذي مرة، فهي ما في موضوع معين في إنتاج. لينين ما تكرر ذي،
لكن بينما العلم لا موضوع معين، موضوع ماركس هو بالذات وأساسا علم نمط الإنتاج، وبذلك نتكلم عن تكون نمط الإنتاج وتجدد إذا نستخدم لغة مهدي عامل، زمانها التكوني، زمانها التجددي، وزمانها زمان الانتقال أو زمان انقطاعها، كان يحب يكرر هذه الكلمة أو هذه العبارة. لكن ما أعتقد يعني هاي هو أساسا اكتشاف ماركس، موضوع المعين للعلم هو نمط إنتاج. أما حول إذا ماركس مثالي، أنا ما أعتقد أبدا قلت إنه هو مثالي كليا، يمكن الحقيقة هي في النص هني، إن أنا ما قلت إن ماركس مثالي كليا، لأن خطأ أساسي. أي ها يعني منظرين نفس ماكس فيبر أو هاي نقدهم الأساسي إن ماركس مثالي، نظرية فائض القيمة هي خاطئة، ماركس كشخص كان ريكاردو لكن اختلط بهيجل وسوى له فكرة جديدة، أعتقد دي خاطئة. يعني ما أعتقد ماركس مثالي، لكن في جوانب ينزلق فيها. بالعكس، في واحد وايد تطرف عني قال، وهو مهدي عامل. مهدي عامل قال إن, إن, إن ماركس في بعض المواقع انزلق للاستشراق، فأنا حتى أنا قلت إيش قاعد يقول ذي ماركس مستشرق، لكن صح. هو في الفكرة الأساسية لأي مفكر، لأي عالم، إنه هو علمه مادي صح، لكن تفسيره له يختلف. وبما أن الفلسفة كتعريف هي صراع طبقي في النظرية، دي الإشكال، إن الفلسفة هي صراع طبقي في النظرية، يمثل السياسة في النظرية. إذا أنا حين أبي عندي علم معين وأردت أن هالعلم يكون تقدمي، إذا نقدر نستخدم كلمة، أو ثوري، فإذا فلسفتي مادية بالضرورة لأفسر إنتاج العلمي. وذي نقد لنا للماخيين، إن إنتاجهم علمي ومادي، لكن تفسيرهم مثالي لما قالوا أوه والله المادة غير موجودة. بعدين نشوف ذي يتطور، لما أينشتاين ينتقد مدرسة كوبنهاجن للفيزياء الكم، إنه قالوا إنه مو بس المادة مو موجودة، بل ذي كلها محض خيال، وإنه هاي لكن إنتاجهم كان ثوري، إنتاج مدرسة كوبنهاجن كان وايد ثوري وعلمي، لكن التفسير اللي قدموه خاطئ. الاكتشاف اللي هم قدموه يعني إذا نقدر نقول غصب أو جبر أينشتاين إنه يفكر فيه، لكنه ياب تفسير مختلف. فما أعتقد كلمة إن ماركس مثالي في بعض لحظاته، حتى في أعظم أعماله هي رأس المال، إنه مثالي، ما أظن هو جريمة بحقه، لأن لسبب بسيط، لأن في ملاحظات حول فاغنر وهو قال ذي عن نفسه. بالعكس، في رسالة حول المسألة الهندية، ماركس قال لإنجلز، قال إن أنا وايد متوهق، يعني ما قال أنا متوهق لأن ألماني، لكن يعني بما معناه إنه قال أنا وايد متوهق الحين، لكن أنقذت نفسي بشوي من الديالكتيك، وأنا الحين أضحك على نفسي بشوي بالديالكتيك، بحيث كل الاستنتاجات اللي ممكن أقدمها تكون غير خاطئة. في رسالة خاصة كانت، يمكن ما كان يدري إن إحنا بنشوفها يوم ما، لكن تحسبيتي نشر كل شيء عنه، فهاي ضمن اللعبة. فماركس انتقد نفسه في هالمواضع، وماركس أعاد كتابة القسم الأول من رأس المال يعني مرات ومرات. إنجلز انتقد طريقة عرض ماركس، مثلا طريقة عرض ماركس في القسم الأول هو وايد قريب من هيجل. أي أحد يقرأ هيجل يفهم إن ماركس في إنتاجه العلمي بحث عن فلسفة، ونرجع لموضوع إن فكر ماركس ما يخلو من فلسفة، ولقى هالفلسفة عند هيجل. هيجل هو المنقذ كان لهالمشكلة العويصة. لكن هو يقال إن ماركس كان في شبابه كان هو أبيقوري، لكن كبار ما صار. بالعكس، كان وايد مواضع وهو ماركس الشيخ كان أبيقوري فيها، ونفس ما قدمته.
أما حول موضوع أن 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 إيه أن أن تفضل أخ حميد حول أهم أن هالموضوع الديالكتيك أنه هو أحد أهم أركان الماركسية، وأعتقد هاي صح، لأن إحنا يقال لنا أن عادة أن الماركسية هي عبارة عن تدفق ثلاثة أنهار، وهي الاشتراكية الاشتراكية الفرنسية أعتقد، والاقتصاد السياسي الإنجليزي، والفلسفة الألمانية. لينين أول من استخدمها في عرض موجز للماركسية، مصادر أي، وأعتقد بعدين تخلى عن ذي الفكرة، يعني ما تصور تمسك فيها بشكل، لأن هو الفكرة هي أن كل ولد له أبوه، من أبوها الولد، من أبوها لازم نقول مصادره من وين. الماركسية لازم يكون لها مصادر، ما يصير تكون ما لها مصدر، فكان لازم تطلع الفكرة. لكن في وايد مصادر أخرى، يعني سبينوزا مصدر أساسي لماركس، ما حد قال أنه هو يعني شن نسوا هالنهر، ماكيافيلي أساسا ما كل حد نسى هالنهر ذي بعد، فهو مو بس ثلاثة أنهار، هو وايد أنهار اللي خلت ماركس ينتج معرفته. لكن بالنسبة للديالكتيك، في أعتقد الطبعة الثانية إذا ما كنت مخطئ، الطبعة الثانية لكتاب رأس المال، قال أن الديالكتيك عادة ما هو يخدم الأوضاع القائمة، وعادة ما هو رجعي. لكن أنا استخدمه بشكل ثوري، يعني كان يقول أوكي كلهم رجعيين، وهو عادة رجعي ديالكتيك، لكن أنا بستخدمه بشكل ثوري. فماركس كان مدرك لحدود الديالكتيك من حيث في أنه يخدم الأوضاع القائمة، أي نظرية أبد القائم ذي لا شك. إذا نرجع لموضوع انعكاسه للممارسة السياسية للأحزاب الشيوعية، لبعض أحزاب الشيوعية أو اللي تأثرت خصوصا في وقت الاستالينية إلى حد ما، إن الفكرة الأساسية كانت إنه، وهو فكرة مهدي عامل انتقدها، إن الثورة ثورة التحرر الوطني يجب أن تكون على نحو مرحلتين، مرحلة برجوازية ديمقراطية وبعدين ثورة شيوعية أو اشتراكية، والاشتراكية هي عبارة عن ثورة اللي تذيل الثورة البرجوازية اللي تقودها البرجوازية. دي صراحة كان يعني تأييد واضح للبرجوازية، وطمس واضح للبروتاريا باسم انه اوكي خلى البرجوازية لانها الحتمية التاريخية بعدين. لكن لينين بعد انتقد هالفكرة، يعني انا اعتقد انا اوفى للينين بهالمعنى، ان الثورة الروسية هي اساسا نقد لكل غائية، لكل ديالكتيك الغائي. انا هل اتصور في مسألة إن لما حزب شيوعي يقول أوكي إحنا خلي البرجوازية أول تسوي الثورة، إحنا بننطر وبعدين دورنا بيه، ذي لحد ما عاد للديالكتيك. لما أنا أقول أو ديالكتيك الحين إحنا في المرحلة الأولى من النفي، خلنا ننطر المرحلة الثانية من النفي بس نحط يدنا على خدنا، دي انتهازية أعتقد. أما للأستاذ محسن مرهون، هو يتقدم في إن السؤال حول الصدفة والغائية أولا، وبعد ذلك حول زمان ومكان الثورة الروسية. أعتقد بعد أرجع لنفس الفكرة مرة ثانية، لكن الصدفة والغاية أو الصدفة والضرورة هي، خلنا أبدأ فيها فكرة إن الصدفة، لما أنا أقول التصادف أو التصادفية، أنا لا أعني أساساً عشوائية. هني في فرق وايد حساس أعتقد، إن التصادفية لا تعني العشوائية، لكن لا تعني أيضاً إن كل شيء يرجع لسبب واحد. هاي أساس الديالكتيك الهيجلي، إن في من الأبسط الأمور يتجلى التناقض،
إلى أكبر الأمور، من الإدراك الحسي اليقيني إلى الفكرة الشاملة. هيجل كان دائما يبتدئ بالأصغر، بالأكثر بساطة إلى الأعظم. الديالكتيك الهيجلي أساسا وزمنيته هي دائما زمنية لحظة واحدة، جوهر واحد، وأن كل الأمور الأخرى أو كل اللحظات الأخرى تذيل ذي الجوهر الأساسي أو تعتمد عليه. والنظر والاقتصادوية في الماركسية هي هيجلية مختلفة. لما احنا نقول أن كل شيء هو تمظهرات الاقتصاد، شو يفرق هالكلام عن ادعاء هيجل أن كل شيء هو تمظهرات الوعي؟ فلن ننتقد ذي الفكرة في أهم كراسة، وأعتقد ما حد أعطى حق هذه الكراسة، هو إفلاس الأمامية الثانية اللي كان فيه ينتقد الديالكتيك، ديالكتيك بريخانوف وديالكتيك كاوتسكي، ويسمينه هو ديالكتيك أساسا مهادن. لكن عودة للصدفة والضرورة، فالصدفة هنا ما تعني العشوائية، لكن الصدفة تعني أن كل شيء أساسا كان ممكن ما يحدث. الحقيقة أن شيء ما، أي شيء، أي تكوين، أي موجود في العالم كان ممكن أنه ما يحصل، ما في غاية متأصلة فيه. أو نجيب مثال لتقريب الصورة، أن فكرة أن الرأسمالية، هل الرأسمالية كانت ضرورية أم نتاج لمسببات متعددة أدت إلى هالنتيجة في إنجلترا؟ ففي في في فرق، يعني أن هل في غاية متأصلة في التاريخ نفسه، بحيث أن هالتناقض الجميل ما بين البرجوازية والإقطاع يؤدي للرأسمالية، أم ذلك كان مسألة لها علاقة بالصراع الطبقي؟ فكرة الصراع الطبقي هو أن التاريخ مفتوح لاحتماليات متعددة، والاحتمال اللي يحصل طبعا عقب حصوله هو الضروري أبدا، لكن قبل حصوله هو كان ممكن ما يحصل إطلاقا. فهني هي، إذا نقدر نستخدم دي اللفظ، أن في ديالكتيك أو علاقة ديالكتيكية بين الصدفة والضرورة. أن لما احنا نتكلم عن الصدفة، طبعا الصدفة هي لها أولية على الضرورة، لأن احنا نقول للصراع الطبقي أولية على الطبقات. عادة احنا نفس ما التسير يقول، أن نتصور أن الطبقات هي نفس كرة القدم، فريقين يون وهم مو ضد بعض، لكن بعدين ريال مدريد وبرشلونة، إذا نبي نقول برجوازية وبروتاريا، يعتمد على أي واحد إحنا نحب. لكن الماركسية أساسا تقر أن الصراع الطبقي أولية مو للطبقات. الصراع الطبقي هو أبدي في التاريخ الطبقي، مو الطبقات نفسها. هاي يترك مجال تصادفي أو صدفوي للأمور. لما احنا نتكلم عن تصادف، إذا احنا نتحدث عن تصادف عناصر غير داخلها، ما في مبدأ إن هي تقترن ببعض. لما احنا نتكلم عن العامل المنتج أو العامل الذي فصل عن وسائل إنتاجه وعن رأس المال، احنا ما نتكلم إن تصادفهم كان مقرر مسبقا، هو غير مقرر. كتاب إنجلز أوضاع في الطبقة العاملة في إنجلترا، هو أساسا ذي الفكرة يقدمها، إن في تصادف غير مقرر مسبقا، في واقع ملموس الآن الحين لازم نحلله، بدون مبدأ التناقض، بدون مبدأ التناقض المتأصل ولا أي من هالأمور. شيء إنجلز في هالأمر كان وايد مفيد لماركس. لكن إذا نبي نقرب الصورة أكثر، نقدر نقول إن ونفس الفكرة، إن واحد يقابل واحدة ويقع في حبها، وهو شيء عود بالنسبة له إنه يحب واحدة حين أول مرة. عقب ما يحبها، عقب ما كل شيء، يقول أوكي أنا طلعت في البيت 6:00، رحت القطار لسبب كان كل شيء الله كاتبه، الحب ذي مقدر. لكنه هو لو تصادفي كان بيقول حق حبيبته، والله ترى احنا كان ممكن ما نحصل ابدا، بالصدفة تقابلنا بعض. وذي بتهدى اذا قال لها الكلام.
لكن اما حول اوكي اوكي خلاص خلاص حول الثوره الروسيه، طبعا لينين يثبت ذي الفكره ان ما في شيء اسمه خارج الزمان والمكان، بل اساسا كل ثوره هي خارج عن زمانها ومكانها. لما أنا جبت مقولة فويرباخ حول خارج حس المكان والزمان، أنا خذيتها من لينين في دفاتر الفلسفية كاتب يمها فويرباخ لم يفهم ثورة 1848، لأنك أساساً كل ثورة هي خارجة عن حس المكان والزمان، وكل ثورة لا تخضع لقوانين. هاي ماركس قالها في رأس المال، لكن لأن للوقت ترقبون إلى الصحفي موسى راقم، تفضل، لأن الوقت داهمنا، يعني ما عدنا 10 دقائق تقريبا. راح استعجل أنا في البداية. الأستاذ حسن لما تكلم، يعني أنا طبعا ماركس في كتبه منها رأس المال وكل كتبه في الاقتصاد السياسي كان يعني في فلسفة، ما بحكيش إنه كانش في فلسفة، لكن المأخذ على ماركس إنه ما ترك مؤلف فلسفي، رغم طبعا إحنا قلنا دكتوراه عن أبي قار وهي قلت بناله إنه راح يأخذ كرسي، بل حتى في كتابه بؤس الفلسفة لما انتقد برودون يعني حكاله يعني فيما معناه إنه أنا يعني بعرف الديالكتيك أكثر منك أنت المتصنع أو اللي قاعد يستقطب في الديالكتيك. يعني هاي الديالكتيك، يعني طبعاً ما حكيت نلغي الديالكتيك، لكن مش كل ما ندخل نقاش تطلع لنا ستوب ومكتوب هنا ديالكتيك. لا، شو هاي الديالكتيك؟ ماركس بيحكي عن ديالكتيكو انه مش مثل هيجل، مثل هيجل، بل هو حتى مش مقلوب، يعني نقيضه. طبعا البقرة رأس المال المجلد الاول بعرف انه هو نفسه سيم المنهج اللي استعمله ماركس المجلد الاول هو نفسه ديالكتيك هيجل، ما في اختلاف. بداية بالسلعة لما يتكلم عنها ان القيمة الاستعمالية هي حامل للقيمة التبادلية وإلى آخره، هي نفس فكرة الديالكتيك اللي عند هيجل في فينولوجيا الروح. ليش ماركس ما ترك مؤلف فلسفي؟ يعني في أمور في الماركسية إلى اليوم مبهمة. ماركس مش واحد غشيم، مش عارف إنه واحد عظيم، يعني بغض النظر عن احتفائنا بماركس، لكن بعض الأمور يجب أن تقال. يعني ماركس كأنه قاعد يتصنع الالتباس. في زل انت استاذ حسن زليته لما حكيت يعني فلسفه برجوازيه، يعني انا يعني اعتقد تجاوزنا هاي المرحله انه هاي علم برجوازي وهاي فلسفه برجوازيه. يعني على الاقل ناخذ مثل العربي، خذوا الحكم من افواه السفهاء. يعني حتى لو برجوازي ايش عنده؟ يمكن ناخذه شيء حكيم. في الاخ مشى اللي حكى بخصوص الاسلام، طبعا الاسلام من يومه مشى، والاسلام من يومه ترى فلسفه، وحتى مش يعني من يومه بس فلسفه، يعني حتى يعني نتكلم عن العصر العباسي الاسلام كان القاعده الحاويه لكل يعني النقاش وجدل اللي كان يمشي. يعني حتى الفكر اللي نسميه او اللي يسمي انه فكر زندقه وكفر ذاك العصر العباسي ترى ضمن قاعده الاسلام ماشي، واعتقد حسين مروة ومهدي عام تكلم بهالموضوع جدا يعني بكثافة وإمعان. في مسألة كتاب الصدر فلسفتنا، أنا على فكرة قبل ما أبلش بأي كتاب ماركسي كان كتاب فلسفتنا أول كتاب أقرأ مشان أفهم إيش هي الرأسمالية وإيش هي الماركسية. طبعا أنا قرأت الكتاب وأخذت على مجموعة تصورات. لما بديت اقرا بالماركسيه فهمت انه الرجال مش فاهم الماركسيه. طبعا انا بتكلم عن المؤلفات الكلاسيك مش اللي بعدين التطورات. مهدي عامل في كتابه في هامش من كتابه في الفكر اليومي كان قاسي جدا على محمد باقر الصدر. يعني انا اعتقد فعلا انه محمد باقر الصدر لم يقرا شيء عن الماركسيه، وانما اخذها كعبارات، يعني انتقد الماركسيه من عبارات الاحزاب الشيوعيه فقط لا غير. واخر شيء يعني خصوص الابن والاب والمصادر، يعني اعتقد هنا انه سيوران في له مقوله يحكي ان كل منا ينجب عدوه. يعني اوكي
مصادري أنا سبينوزا، نيتشه، هيجل، أيا يكن مصادري، يعني في النهاية لازم نأخذ مبدأ أنه في نوع من القطيعة اللي قاعدة تصير، ومش بس القطيعة المسالمة، أيضا القطيعة الحادة. يعني ماركس قطع مش بس مع هيجل وحتى مع اليساريين اللي بوقته. بس أنا ما بديش أطول أكثر من هذا. طبعا الشكر حق هشام وزميله. هشام اخترت انت موضوع يعني بصراحة صعب، وهو قضية الماركسية. الماركسية يعني هي علم واسع، مو بالسهولة، يعني تشمل المادية التاريخية، تشمل المادية الجدلية، تشمل الاقتصاد السياسي، يشمل الموروثات اللي قام بها داروين وجاها لينين وكملها بأدبياته، ولم تتوقف النظرية ولا زالت في 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 عمل التطوير والبحث، لم يتوقف الماركسية ولن تنتهي ولم توقف عند حد معين. ولذلك أقول لك اخترت موضوع صعب، يعني كثير من المفكرين يعني يحطون ألف محاذير قبل لا يدخلون في هذا الموضوع. عفي عليك أنك دخلت في هذا الموضوع، وهو يعني شرس موقع في كثير من المطبات. وضحت هشام موضوع المادية الديالكتيكية، قلت خرافة، قوانين خرافة، قوانين حركتها أيضا خرافة، دون أن توضح أين تكمل الخرافة ذي، وين يعني وين. لما أقول أنا القوانين خرافة لازم أوضح القانون، هذا القانون المرتبط بكذا كذا زين في شكل غير واقعي، ولماذا؟ ولا أضرب مثل وأعززه، لا يمكن أقول يعني كلمات عامة دون أن أثبت يعني ضرورته وخرافيته مثل ما وضحت. يعني قلت الانتهازية السياسية للأحزاب الشيوعية، صحيح في انتهازية، أنا ما أقول لك ما في، وهذه يعني تعتبر أخطاء كل الأحزاب سواء يسارية قومية متطرفة دينية فيها انتهازية موجودة. الأحزاب الشيوعية عندها مبدأ أساسا ترى مسألة النقد والنقد الذاتي، التطوير ما تطوير، الانتهازي لما يكشف يطرد ما يبقى في محله، وبالتالي يعني عندها عملية تجديد في قضية الانتهازية دي. ما يعني ما نقدر احنا نثبت انتهازية أي حزب لأن إلا لما يعني نطلع بدليل قاطع. في شغلات نسبية، وهي النسبية يعني لا يمكن أن نعممها كقانون أو كمعنى شامل حول هذا المفهوم. يعني هيجل، قضية هيجل، يعني هيجل صحيح ماركس يعني وضح قضية هيجل بأن هي نظرية، يعني الصورة المغلوبة. ليش قالها بالصورة المغلوبة؟ لأن هيجل توصل إلى الجانب المادي في التحليل، ولكن النتيجة شنو كانت؟ ربطها بجوانب مثالية أو ميتافيزيقية، لذلك شبهها ماركس بالصورة المطلوبة، ولكن يعني هو استفاد من الجانب المادي في نظرية هيجل. هذا نقاط أخرى شوي، ما أعلم بعد المشكلة آخر واحد. طبعا موضوع رأس المال، يعني رأس المال اللي أعد ترجمته الدكتور فالح عبد الجبار، يعني هذا ضليع في هذا المسألة. حسب معلوماتي مو متأكد يعني مو دقيق فيها، إن الجزء الأول والجزء الثاني وضع مخطوطاته اللي هو ماركس صحيح، ووضع مخطوطات الجزء الثالث ولكن لم يطبعها، توفى وأقام إنجلز بوضع هذه المخطوطات وطورها، يعني مثل اللي أنت تحط لي قانون
ولم تفسر هذا القانون. إنجلز قام بوضع هذه المخطوطات وطورها وطبعها في الجزء الثالث في المكمل الثاني والثالث. احنا يعني تأكيد على كلام رفيقنا أبو علي ان احنا محتاجين لمختبرات شهرية، بس مو بهذا يعني مو الموضوع الواسع جدا، نبي سندويتشز، عرف شلون؟ يعني تعطينا مثلا عن الجزء من الماركسية في محتواها المادي مثلا، او جزء في محتواها التاريخي، او جزء في محتوى مثلا كذا، او جزء هذه هي تخلي الاوادم تستوعب بشكل يعني لما تعطيه موضوع شاسع. هذه ما صعوبة انك ان الكل الرفاقي يحسمونه يعني. وهي تأكيد على كلام استاذنا حميد الملة لما قال يعني كثير من يعتنقون الماركسية ويعتنقون فلسفات معينة ولكن لا يفهمون إلا قشورها، وهذا صحيح. وهذه أنا أعتبرها يعني هي سبب جمود اللي صارت في الأحزاب الشيوعية كلها. طبعا في مواضيع كثيرة محتاجة لوقت، اللي هي قضية الرأسمالية والزمن والمكان شكرا. الآن يعني عندنا فقط لك بنعطيك 6 دقائق بس فقط. يلا تفضل. 6 دقائق شوي حق واحد لغوي مثلي. لكن إيه رد سريع، رد بحاول بأسرع قدر ممكن. مواضع الخرافة أساسا أنا سميتها خرافة، لكن مارك سماها لا معقولة. إذا نقرأ كتاب رأس المال فصل 24 في هامش بسيط، ماركس كان يرد على سينيور اقتصادي يتكلم عن التقشف، فيقول أن رأس مالي هو شخص واد زاهد الدنيا وشخص تقريبا كان صوفي، يعني أنه يمتنع أو يتقشف عن الحياة ويتقشف عن أمواله الخاصة اللي حصلها، وبذلك يصبح رأس مالي. ماركس انتقد هالفكرة وضحك عليها وقال مصدرها هي الديالكتيك الهيجلي اللي يعطي فرصة للتناقضات اللامعقولة. فكرة التناقضات اللامعقولة ماركس انتقدها إن هي أساسا إن الأحمر هو مو بأبيض، الأبيض هو مو أخضر، أنا مو بطاولة، طاولة مو بماي. ماركس ضحك على هالفكرة وكان يسخر منها، وهي فكرة وهو أرجعها إلى الديالكتيك. ففكرة أن تحليل الديالكتيك الهيجلي هو مادي ماركس انتقده وما يوافقه في الرأي، ولينين انتقده وما يوافقه في الرأي. ما أعتقد أن تحليل هيجل هو مادي والنتيجة له هي مثالية، لأن ذي خالف مبادئ أبسط مبادئ الماركسية اللينينية. أما لكن الخرافة هي أساسا هي في مو خرافة بمعنى أنه هي مو موجودة، هي موجودة، لكن الوجود هذه اللي يسمح لمنهج أن يعلو فوق الإنتاج العلمي. ماركس أنتج شيء علمي وهو نمط إنتاج الرأسمالي، قوانينه وأشكاله وميكانيزماته إلى آخره. لكن حقيقة أن أنا وأقول أن هالسيرورة التاريخية كانت سبب لمنهج معين لعملية نفي موجودة في السماء، ما لها أي مكان مادي، ما هي نتاج لنفي معين لسلب معين، حتى ماركس كان ينتقده. ما أعتقد أن التاريخ نفسه هو يخضع لقانون شيء اسمه نفي. للسبب البسيط أنه وهنا نرجع لفكرة التصادف اللي ماركس تكلم عنه. يوم ماركس يتكلم عن تكون رأسمالية في التراكم البدائي ما في ولا كلمة واحدة عن نفي، ولا كلمة واحدة عن انتقال الكم إلى الكيف، ولا كلمة واحدة عن وحدة المتناقضات. الكلمة الوحيدة اللي كان يقولها إن في تصادف، يستخدم الكلمة فعليا تصادف ما بين ملاك رأس المال اللي هم مو رأسماليين
وما يحملون في ذواتهم شكل رأسمالي أو نفي للإقطاع، وفلاحين مشردين بسبب تسييج. هي عملية صدفوية بحتة بالنسبة لماركس. نفي النفي يفترض مسبقا أن ذي كان لازم يحصل، بينما بالنسبة لماركس المسألة هي تصادف واقتران ومسألة صدفوية بحتة، ما لها علاقة بأي قوانين ثلاثة أو أربعة، وهي خرافة. لنا كم قانون هو؟ ومرة واحد يقول لنا ثلاثة، واحد يقول لنا أربعة، واحد يقول لنا واحد. ما كان أكثر شخص حلل ذي المسألة صحيحة بشكل صحيح، إنه قال لازم نترك خرافة الثلاثية ونروح للواحدية، وهي صراع تناقضات ووحدتها، وأنها تناقضات أبدية ما في حل لها. وهي أساسا يفتح لنا المجال أن نفكر أن شنو هو الديالكتيك اللي نحتاجه. هل إحنا نحتاج ديالكتيك غائي يعطينا ضمانات خرافية عن مستقبل قبل ما إحنا ننتج معرفته، أم يفتح لنا ذي المجال أن نفكر أن التاريخ تصادفي ومفتوح، وبذلك يقع علينا العمل السياسي، العمل الفلسفي اللي هو في النهاية ثوري ومادي. فأعتقد المادية الديالكتيكية تعطي الماركسية صبغة مثالية، بينما المادية التصادفية تعطي الماركسية اللينينية أساسا هي اللي تخلينا نؤمن بالدكتاتورية البروتارية ونتخلى عن الاشتراكية الديمقراطية، هي تخلينا نؤمن بالصراع الطبقي ونتخلى عن وجود الطبقات، وهي تخلينا نؤمن إن, 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 إن الثورة هي عمل، مو بشيء قانون من السماء ينزل. وأعتقد هاي النواد كمل. تفضل إيضاح آخر من الصحافي. إيضاح بسيط جدا. في كتابه ليوسيو كوليتي أفول الماركسية تكلم عن مسألة مادية الديالكتيك عند هيجل. هيجل يلجأ لمفهوم أسماء كوليتي الدس. طبعاً هالدس اللي عمله أو استعمله هيجل استعمله مشان يروض الديالكتيك لأجله. طبعاً اللي حكى لينين عن مادية هيجل أو مادية الديالكتيك عند هيجل، وأنه هيجل مادي في بعض المواقع أكثر من الماركسيين أنفسهم، هذا عائد لهاي النقطة الدس. هيجل روض الديالكتيك، الديالكتيك غير قابل للترويض. ولما نصطدم مع الواقع، هيجل لأنه ما اصطدم مع الواقع، لما نصطدم مع الواقع بنشوف إحنا اللي بنعرفه عن الديالكتيك وقوانين الديالكتيك الثلاث وإلى آخره قاعد يعني في فرق. الواقع ما بمشي بهالقوانين. نفسه يعني ثورة أكتوبر على فكرة ما مشت بقوانين الديالكتيك، لا كان في صراع، كان في فوضى. إذا الديالكتيك مش فقط يحتوي الفوضى، الديالكتيك ينتج الفوضى. طبعاً إلى أي درجة يمكن أن نستفيد طبعاً من إعادة توصيف وتسمية الديالكتيك هذا أمر آخر. طبعاً أنا ما بدي أطول كتير وأكتفي بهذا. أنا لاحظت الآن يعني بعد المناقشة أن الهشام وموسى عندهم يعني أيضا مهارات شفوية في التوصيل الشفوي جدا عالية. وأعتقد يعني طبعا أنا أفهم أن واحد مثل الهشام لما يكتب بروح وبنفس المفكر والفيلسوف، وكذلك تكون كتابته عميقة والكتابة لا تحتمل الكثير من الشرح، يعني على خلاف التوصيل الشفوي. فأنا أعتقد هذه المهارة يعني ممكن الاستفادة منها أيضا المستقبل، يعني مهارة التوصيل الشفوي. الشيء الثاني أنا بغيت أحيي هشام على موضوع لينين، يعني حقيقة أنت الليلة سويت إضاءات مهمة جدا على لينين، مساهمات الفكرية والفلسفية، لأن بالفعل جرى يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الإساءة لهذا الرجل، ويعني تحقير مساهماته واعتبار أنه مجرد سياسي فوضوي أو مغامر وإلى آخره، وأسقطت كل مساهمات الفلسفية والفكرية المهمة. يعني فأشكرك يعني على وأشكر موسى أيضا على هذا الموضوع. في يعني النهاية بيبقى الجدل ويبقى النقاش حول
تطوير الماركسية، خاصة أن الماركسية علم وليس جمود، وبالتالي المبدعين الحقيقيين هم الذين يطورون الفكر الماركسي ويأخذون لآفاق أوسع. مرة أخرى باسمكم جميعا نشكر الكاتب المبدع هشام، ونشكر الصحفي الرائع موسى الأكارم، شكرا لكم جميعا.